عندما تنهض الأمم بسواعد أبنائها وتتكاتف الجهود لتصنع جيلاً مشرقاً يقود النهضة ويساعد في البنيان، فبالعلم تتقدم الأمم وتنهض، وبدعم المواهب تتميز، وبالتمكين تحقق النجاح. هنا وعلى مدى 22 عاماً نسلط الضوء على قصة نجاح ومثال رائع لشراكة استراتيجية بين جامعة الملك سعود وشركة الإلكترونيات المتقدمة من خلال رعايتها لجائزتها السنوية لأفضل مشروع تخرج بكلية علوم الحاسب والمعلومات في مجموعة من التخصصات، من أجل تحفيز ودعم طلاب وطالبات الكلية على البحوث والمشاريع التطبيقية وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ في الواقع العملي وإشعال جذوة التنافس والتفوق في نفوس المبدعين. جائزة شركة الإلكترونيات المتقدمة هي عبارة عن شراكة بيننا وبين جامعة الملك سعود مستمرة على مدى 22 سنة، تطورت عبر الزمن. الآن جائزتنا أصبحت لها عدة نقاط، أهم نقطة فيها أفضل مشروع يتكون من الأول والثاني والثالث، والجائزة الثانية أفضل طالب أو الطالب المثالي، والجائزة الثالثة اللي هي أفضل فكرة. جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات وقسم الهندسة الكهربائية مع شركة الإلكترونيات المتقدمة شراكة متينة وقوية في مجال توطين الرقمي ورفع الكفاءة الاقتصاد الرقمي، وكذلك رفع مهارات الطلاب خريجي كلية علوم الحاسب والمعلومات وكذلك قسم الهندسة الكهربائية. امتدت هذه الشراكة لما يقارب 22 عاما وإن شاء الله تمتد لأكثر، ونتمنى أن تكون ركيزة أساسية في توطين التقنية وتحقيق توجهات ورؤى رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الرعاية لتكون ضمن استثمارات شركة الإلكترونيات المتقدمة الدائمة في الكفاءات الوطنية ورأس المال البشري، واهتمامها بتوطين الصناعات الوطنية عبر تطوير الكوادر الوطنية ودعمها من خلال شراكات عديدة مع القطاعات التعليمية لتخلق فرصاً لإبداع شباب الوطن، سعياً لتحقيق مستهدفات وطموحات رؤية المملكة 2030. خلقت مسابقة شركة الإلكترونيات المتقدمة لأفضل مشروع تخرج بشراكة ناجحة مع جامعة الملك سعود من أواخر التسعينات الميلادية لأهداف عديدة سامية كأحد برامج المسؤولية المجتمعية، لعل أحد أهم أهدافها هو سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل السعودي. وتقوم أيضا الشركة بالعديد من البرامج مثل التدريب التعاوني وغيره لتمكين وتسخير الإمكانات للشباب في الانخراط في سوق العمل السعودي. التجربة كانت ثرية جدا بتقديم العرض أمام مجموعة من الدكاترة، استفدنا كثير من خبرتهم في الأسئلة وفي الملاحظات اللي أعطوها على المشروع. في مثل هالمناسبة أكيد نشكر جامعة الملك سعود على إتاحتها مثل هذه الفرص، وشركة الإلكترونيات المتقدمة على احتضانها للمواهب والمشاريع لأفضل المشاريع في سنة 2020. نماذج شابة وطموحة مميزة نفخر بهم وبجهدهم، تبذل ما تملك لبناء اقتصاد الوطن بالاعتماد على العلم والمعرفة وسعياً لصناعة مستقبل مزهر. وها نحن اليوم نحتفل بمرور 22 عاماً على انطلاق جائزة الإلكترونيات المتقدمة لأفضل مشروع تخرج بكلية علوم الحاسب والمعلومات، لنكرم المتميزين والحاصلين على المراكز المتقدمة في مجالات الجائزة المختلفة.